السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، احنا ان شاء الله هنبدأ سلسلة فيديوهات جديدة اسمها تيك اواي. اسمها تيك اواي. السلسلة الفيديوهات دي او الفيديوهات دي مش هتبقى للمبتدئين، يعني ملهاش دعوة بالتأسيس، لان ممكن يبقى فيها بعض الحلقات اللي تبقى صعبة على المبتدئين، تمام؟ فهي لجميع دارسي اللغة الانجليزية. هنحاول نصحح فيها مفاهيم مغلوطة واخطاء شائعة منتشرة في اللغة الانجليزية، فالناس اللي هي لسه مش قد كده في الانجليزي ما يحاولوش، او ما يعني لو دخلوا على الفيديوهات دي ولقوها كده فيها نوع من الصعوبة، فيعرفوا ان لسه يعني ما حنش الوقت بالنسبة لهم انهم يتفرجوا على الفيديوهات دي. فهي لجميع الدارسين وليست للبيجينرز او المبتدئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.